كده الشغل عقبال ما نفصل لك فستان العرس. ومستني ايه؟ يعني نبدأ بتصميمه؟ انت لسه هتصمم؟ من وقت ما عرفتك وانا مصمم. مش باين انت مش فاضيلي. بالعكس انا مستني تكون الفرحة فرحتين، اكسب نوال واكسب الاسم الفني اللي بليق بنوال. من الناحية دي ما تحملش هم، الأستاذ أواد رح يجي يزورك أول ما تخلص لوحات. بقى يومين وبخلص آخر لوحة. سمعت الكلام ده كتير. يلا بينا لحسن ما قد القطر قرب. وهدى بدنا ناخدها من المجلة؟ هدى بعد ربع ساعة حتكون في المحطة. مين بده يطلب الأولاد من صابر؟ ما فيش إلا أنت، أنا ما أقدرش أكلمه في الموضوع ده. صباح الخير. ألو. أهلاً. فين؟ فين الأولاد؟ ما رضيش أبوهم، خاف عليهم من شقوتهم والأرض. يلا يلا يلا. وكمان بالحقيقة ما كان في وقت حتى يلبسوا، هذا السبب. يبقى أنا مش رايح. مش معقول يا هدى أنا قبلت أشترك في الرحلة علشان أشوفهم وأفسحهم. ازاي بس الناس كلها مستنيانا والقطر هيقوم؟ انا كنت فرحانه علشان هقضي النهار معاهم. اذا انت ما رحتي انا ونوال كمان ما هروح. لا مش عايزه. عشان خاطر الجماعه. لا لا مش عايزه. عشان خاطر نوال. انا رايح. لوين؟ الهام وصل وعم يزمر. كمل التصميم اللي بايدك. بدي كمل اللوحه، الناقد الفني جاي لعندي. فلقتني بالناقد الفني تبعك. يا اخي ما في خواص، مهما طورتك بضل متاخر. يا افكار رشدي. تشوف لك بنت تانية. انا خلاص هتجوز. هي مبروك علينا. وقف منيح عشان نعرف كم اللوحة. بس ايدك شوي. كمان. بس. الناقد الفني. عفوا، اول معرض من هون بيبتدي بلوحه الحياه الاوتوبيس. استاذ قوادري، الناقد لازم يكون باله طويل. اذا ما عجبك المعرض قل لي، بعرفك بصديقتي افكار. استاذ خطيبها المسألة وما فيها. مرحبا. الأستاذ أوادري الناقد. أهلا أستاذ قوادري. أهلا أستاذ. يلا يا أستاذ أوادري. على خير. لما تبقى توضب المعرض بتاعك يبقى يجي.
المعرض واضب لكن اللوحات مكسرة بس. لما تبقى تصلحها خلينا نشوف اللوحات الأول. هي في لوحات هتشوفها؟ اتفضل يا أستاذ أواد. نوال لحظة أعطونا فرصة بقى. حياة توبي.